آخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة، معانا مسألة رقم 8 هنحلها سوا، بس عشان نحل 8 أنا هحل لك 9 الأول، يعني أنا هحل لك واحدة زيادة غير اللي المفروض أحلهم النهاردة اللي هي مسألة 9 عشان نلحق بقى ناخد الكويز بتاعنا. تمام؟ أول المعادلة اللي هنتكلم بها دلوقتي معادلة مشهورة جدا جدا، وأنت هتستعملها مش بس في الهيدرولوجيا، هتستعملها في مقررات تانية هتاخدها بعد كده، منها الترم الجاي هتاخدها في مادة اسمها مادة الري والصرف، هتستعمل برضو معادلة بلاني كريدل، معادلة اسمها معادلة بلاني كريدل. اللي احنا كنا بنحسبه من شوية لو حد خد باله، كان دايما بحسب اي وكان جنبها رمز اسمه ال كده، حرف ال كده اهو، اي ال. ليه؟ لان احنا كنا بنحسب بخر من بحيرات، كان عندي بحيرة وبحسب منها بخر زي ما اتفقنا. احنا قلنا ان البخر بيحصل من البحيرات وكمان بيحصل من التربة اللي فيها مية، فاحنا هنا بنحسب البخر اللي بيحصل من البحيرات. عندي 3 معادلات بيحسبوا معدل البخر من البحيرات اللي انت استعملتهم دلوقتي. امال ايه الجديد ده بقى؟ احنا هنا بنتكلم عن معادلات بتحسب الايفابو ترانسبيريشن، او بتحسب مجموع البخر والنتح اللي بيحصل من النبات والتربة. عندنا معادلتين اتنين بيقدروا يحسبوا البخر ناتح، البخر ناتح. ايه هما؟ عندنا معادله بلاني كريدل ومعادله اسمها معادله بنمن. النهارده هنتكلم عن بلاني كريدل، لو في تطبيق على بنمن بعد كده هنحله مع بعض، او شوف بقى الدكتور هيأكد لكم عليها في النهارده. فاحنا دلوقتي هنحل على معادله بلاني كريدل، معادله بسيطه جدا جدا ان شاء الله ما يقابلكش فيها اي مشاكل. المعادله بتقول ايه؟ بيقول لك ان الاي تي، طبعا احنا هنا بقى بنقول اي تي لان ده بخر ناتح زي ما اتفقنا، يعني ايفابو ترانسبيريشن، بس احنا حاطينه تحت ايه؟ تحت الايفابوريشن، يعني بما ان كلهم بيبقى بخر. حلو؟ يبقى الاي تي او، الاو دي ما علينا هنتكلم عنها بعد كده، انا بتكلم عن الريفرنس ايفابو ترانسبيريشن مش مشكله. المعادله بتحسب بخر ناتح، يعني مش هندخل في تفاصيل كتير لحد ما نعرف مكونات المعادله. يبقى الاي تي ده معدل البخر ناتح بوحده المليمتر على الشهر، دي غلط، سنتيمتر على الشهر صح. معلش بس في صوت عالي بره فوقفت دي. بنقول الاي تي ده معدل البخر الناتح بوحده، خلي بالك بقى من الحته دي قوي، انا عايزك يعني ايه تكتب، لو طبعت حاجه شد تحتها 20 خط كده. الاي اللي كنا بنحسبها من دقيقه كانت بوحده ايه؟ اللي هي في الثلاث معادلات اشتغلنا عليهم كانت بوحده الايه؟ الاي مش بتظبط، كانت بوحدة ايه؟ الاي كانت بوحدة ايه؟ ملي. الاي ليك معدل البخر كان بوحدة ايه؟ ملي متر اليوم، ملي متر على اليوم، التلاتة بيطلعوا ملي متر على اليوم. انما هنا معادلة بلاني كريدل الوحيدة اللي هتشوفها في المنهج بتاعك، الوحيدة اللي بتشتغل بوحدة سنتيمتر ومش في اليوم، لا في الشهر. يبقى معادلة بلاني كريدل الوحيدة اللي في المنهج عندنا بتطلع وحدات سنتيمتر على الشهر، سنتيمتر على المنص. حلو؟ يبقى الاي تي زي ما قلت لك اهو بتطلع بوحدة سنتيمتر على الشهر، وتركز قوي 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 في الحتة ديت عشان هتفرق معانا بعد كده. أهم حاجة الوحدة، يعني القانون القيمة كلكم هتطلعوها صح، لكن الوحدة مهمة جدا جدا. دي بوحدة سنتيمتر على الشهر. طيب تعال نشوف بقى بقية المعادلة. المعادلة بيقول لك إن الـ ET اللي هي بوحدة سنتيمتر على الشهر دي بتساوي 4.57 K في B في T زائد 17.8. مع الوقت هتلاقيك حفظتها، هي نقطة بس أنت مع الوقت هتلاقيك حفظتها. تمام؟ طيب تعال ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة K ده معامل اسمه معامل الاستهلاك المحصولي، هنشوفه دلوقتي في المسألة بتاعتنا. معامل استهلاك المحصولي، وده ملوش وحده، يجي يقول لك بسبعه من عشره ب 75% زي ما يديهولك هتعوض بيه. البي نقراها كده اسمها النسبه الشهريه للساعات المضيئه من النهار خلال السنه. اشرح لك دي بتتعمل ازاي. البي ديت نسبه مهمه جدا، وهي تعتبر المحرك الاساسي في المعادله بتاعتنا، لانها هي اللي بتختلف من شهر للتاني، طبعا هي ودرجه الحراره. بيحسبوها ازاي؟
بيجي مثلا عند شهر زي الشهر اللي احنا فيه مثلا شهر 11، ويجي يحسبهم عدد الساعات اللي كانت الشمس مشرقة فيه، الساعات المضيئة، تمام؟ يحسب عدد ساعات النهار بس خلال الشهر كله، يعني يجي شهر 11 من أول يوم لآخر يوم يجمع ساعات النهار بس، ويشوف النسبة دي نسبتها قد إيه من الساعات المضيئة في السنة كلها. يعني أجي عند كل شهر وأشوف قد إيه الشمس أشرقت في كل شهر منهم، وبعدين أشوف الشهر بتاعنا بقى نسبته قد إيه من السنة كلها، تمام؟ نسبته قد إيه من السنة كلها. فهتلاقي إن النسبة دي طبعا أنت ما يهمكش بتتحسب إزاي، بس أنا حابب أنت تبقى فاهمها. يعني هي النسبة المئوية للساعات المضيئة في الشهر ده للسنة كلها. يعني لو شهر 11 أشوف أيام 11 كلها قد إيه الشمس كانت مشرقة، وأشوف نسبتها قد إيه من السنة كلها. هي دي بي. مش هيفرق معايا كل الكلام ده لأنها هتبقى معطى. كل اللي يفرق معايا أول كلمة في التعريف بتاعها اسمها إيه؟ أول كلمة دي اقراها اسمها إيه بقى؟ النسبة. صح كده؟ إيه يا جماعة أنتوا فين؟ النسبة. طيب خلي بالك بقى من حدة النسبة دي وانت بتعوض في المسألة. لما اقول لك ان عدد ساعات ان الساعات المضيئة من النهار او نسبة الساعات المضيئة من النهار مثلا 15%، هي عمرها تبقى 15، 8% هتعمل ايه؟ اروح احطها 8% ولا 8 من 100؟ يعني اعوض عنها ب8 ولا ب8 من 100؟ 8 من 100. ممتاز. 8 ما عمر ما عوض بنسبة، عمر ما عوض بنسبة جوه قانون بيطلع بواحد عمري، إلا لو كان نسبة في البسط والمقام زي اللي عملناها من شوية في الأوبتومال نمبر أوف ستيشن. كان عندي في البسط نسبة في المقام نسبة، هيروحوا مع بعض. هل إنما هنا ما ينفعش عوض عندي كأنها نسبة مئوية، لازم أقسم على 100 وأنا بعوض. وللأسف وبقول للأسف اهو 90% من اللي بيغلطوا في المسألة البسيطة دي انه بيعوض عن قيمة البي من غير ما يقسمها على 100، مع انه عارف ان هي نسبة مئوية. هنشوفها في المسألة دلوقتي والدنيا هتبقى تمام معاك ان شاء الله. طيب التي دي متوسط درجة الحرارة، بس لازم تكون بالمئوي، وهتبقى جيفن طبعا في الشهر اللي عندك. انا حبيت احل لك مسألة 9 قبل مسألة 8 لانها ابسط شوية وبتتكلم عن شهر واحد بس زي ما هتشوف دلوقتي. بيقولك عندنا في منطقة ما في شهر ديسمبر كان عندنا البرسنتج سانشاين اور، برسنتج سانشاين اور يعني نسبة الساعات المضيئة كانت ب6.2. انا عارف ان ديت نسبة لانه قايل لي في الاول ايه برسنتج، ايه هتروح تاخدها تعوض عنها ب6.2 وتبقى بوظت المسألة. ديت نسبة المفروض اقسمها على 100، تمام؟ هنشوفها في التعويض دلوقتي. قال لك ان المين تمبريتشر ب18 درجه سيلسيوس، وقال لك اهو ان في حاجه اسمها الكونسامبتيف يوز كوفيشنت اوف ذا فور ذا كروب، اللي هو معامل الاستهلاك المحصولي، معامل الاستهلاك المحصولي كونسامبتيف يوز كوفيشنت فور ذا كروب. كروب يعني محصول، كونسامبتيف يعني استهلاك، كوفيشنت يعني معامل. يبقى معامل الاستهلاك المحصولي ب78 من 100، اللي هو مين؟ اللي هو كي. كي بيقول لك هي فايند ذا كونسامبتيف يوز اوف ذا كروب في بوحده المليمتر على اليوم. يعني بيقول لك احسب استهلاك المحصول، وانت عارف طبعا ان البخر النتح هو الاستهلاك. النبات بيفقد في عمليه البخر النتح تقريبا ما يفوق 90% من كميه الميه اللي هو ايه اللي بتعطى ليه. يعني اقدر اقول ان البخر النتح هو استهلاك النبات. يعني انا لو جيت نبات كده اديته 100 متر مكعب ميه هيفقد اكتر من 90% منهم في عمليه البخر الناتح، والباقي هو هيستخدمه لبناء الانسجه بتاعته. فتقريبيا كده اقدر اقول ان البخر الناتح هو استهلاك النبات، لان الجزء الثاني صغير جدا، تمام؟ فلما الراجل يسالني على استهلاك النبات اكنه بيقول لي احسب البخر الناتح، تمام؟ لما يقول لي هنا احسب استهلاك النبات اكنه بيقول لي احسب البخر الناتح. يعني اتمنى تكون الحته دي واضحه. لاحظ كده ان احنا بنشتغل بمعادله ايه؟ بمعادله بلانك ريدل. ليه؟ لان مديني اهو السانشاين اور ومديني قيمه ايه معامل المحصول، يعني هو بيقول لي احسب ببلانك ريدل صراحه كده. فاروح احسب في المعادله بتاعتنا القانون اللي عندنا الاي تي القانون اهو، واروح اعوض. بس وانا بعوض
وانا بعوض اخلي بالي ان البي ديت نسبه مئويه قسمه عالميه، هكتبها لك يعني واضحه وضوح الشمس عشان لما تغلط فيها ما تزعلش بقى يعني بعد كده. ماشي، تطلع معايا ب 7.91 سنتيمتر في الشهر، تعويض مباشر في القانون. الكي ب 78، البي ب 6.2 قسمه عالميه لانها نسبه مئويه، وقلت درجه الحراره بالسيليزيوس 18 زائد 17.8 دي بتاعت القانون، طلعتها بوحده سنتيمتر على الشهر. طب الراجل هنا كان عايز احسب له بالمليمتر على اليوم، بالمليمتر على اليوم، حد يعرف يقول نحولها ازاي؟ تحولها البسيطه الاول من سنتي للملي، اعمل ايه؟ اقسم على 10. من سنتي للملي يا راجل، يا راجل هضرب ما كانش احمد تمام، هيبقى من سنتي للملي هضرب 10. طيب هنا بقى بيقول لك ده سنتيمتر على الشهر، يعني في الشهر كله في الشهر كله محتاج 7.9. طب يبقى في اليوم رقم اقل من ده ولا اكبر عشان احول من على الشهر لليوم؟ أعمل. يعني في الشهر كله بيستهلك 7، في اليوم هيستهلك اكتر من 7؟ الشهر هو الاكبر، 30 اقسم على عدد ايام الشهر، صح كده؟ طيب يبقى الرقم دلوقتي ده 7.91 سنتي على الشهر. السنتي الاول هحوله الملي ان انا هضرب في 10، خلاص حليت المشكله ديت، يعني 79 ملي، 79.1 ملي متر في الشهر. طب يبقى في اليوم بقد ايه؟ ان انا هقسم على عدد ايام الشهر، وعمال اقول عدد ايام الشهر عشان الراجل قايل لي في المساله ان ده شهر ديسمبر وانا معلم لك عليه، هو حدد لي في المساله ان ده شهر ديسمبر. هو شهر ديسمبر كام يوم؟ 30 ولا 31؟ 31 شهر ديسمبر، 31 يوم. يبقى اروح احسب المساله بتاعتنا اهو، اقول له ديت كانت بالسنتيمتر على الشهر، قمت انا ضاربها في 10 وقسمتها على 31، طلعتها بوحده المليمتر على اليوم، حليت المساله. حد عنده مشكله في ديت يا جماعه؟ ضربت في 10 اللي انا اتفقت معاك عليها وقسمت على 31 يوم، حولتها للمليمتر على اليوم. حد عنده مشكله في دي؟ المسألة دي بقى أجلتها أنا شوية عشان إيه، هي بس أطول شوية. بيقول لك كده ديترمين ذا ووتر ريكويرمنت، بيقول لك احسب الاحتياجات المائية للنبات، يعني بيقول لك احسب الإيفابوترانسبيريشن زي ما قلت لك. لما يقول لك احسب احتياج النبات من المية أو استهلاك النبات من المية، أكنه بيقول لك احسب الإيفابوترانسبيريشن. بس هنا في السؤال كان مريحك خالص، هو يعني هو مش محتاج يقولها، بس قال باي يوزنج بلاني كريدت إيكويشن، كتر خيرك. تمام؟ فالسؤال بقى بيقول لك ايه بقى؟ كان المساله اللي فاتت كان بيتكلم عن شهر واحد بس، شهر ديسمبر. هنا مديني كام شهر؟ مديني 6، من اول ابريل لحد سبتمبر. حلو؟ مديني ايه بقى هنا؟ قال لك الافريج مانثلي تمبريتشر، يعني مديني درجه الحراره، مديني درجه الحراره، ومديني البرسنتج سانشاين اور، اللي هو بيقول لك ايه؟ هنا سماها ايه بقى؟ برسنتج اوف انيوال داي تايم اورز، يعني زي ما يقولها مش هتفرق يعني. داي تايم اورز هي السانشاين اور، هي البي، هي النسبه المئويه للساعات المضيئه من النهار للشهر خلال السنه. تمام؟ كمان بيقول لك ان بلاني كريدت كوفيشنت، يعني صريح خالص بلاني كريدت كوفيشنت، مديهوني كل شهر له كي مختلف عن التاني. وهنا مديني حاجه كده هنشوف هنستخدمها ازاي. بيقول لك ان في مطر، شويه مطر حصلوا في الشهور دول كميتهم اهي، ومطلوب كمان خاص الموضوع المطر ده احنا هنأجله لاخر المساله. يبقى هو مديني هنا التمبريتشر، مديني كمان البي، ومديني الكي، وبيقول لي احسب الايفابوترانسبيريشن، يعني عادي خالص. يعني من الاخر المساله دي هي نفس المساله اللي فاتت، بس هطبق كم مره؟ هطبق 6 مرات بدل ما طبقت مره واحده. فاروح في المساله بتاعتنا، اروح اعمل الجدول الطبيعي بتاعنا اهو، ده الجيفن. المعادله بتقول ان الاي تي بتساوي القانون اهو 4.57 كيف بي في تي زائد 17.8. عندي ديت التمبريتشر، عندي ديت البي، وعندي ديت بلاني كريدت كوفيشنت، اخدهم الثلاثه دول اعوض بيهم واحسب قيمه الاي تي زي المساله اللي فاتت. يعني في المساله دي مثلا هقولها لك كمثال، هقول مثلا بالنسبه لابريل ب 4.57 في 62% اللي هي كي، مضروبه في 8.6 عالميه عشان ديت نسبه مئويه، مضروبه في 25.5 زائد 17.8
لو حسبت الحسبة دي هتطلع بعشرة وخمسة وخمسين سنتيمتر على الشهر. تمام؟ اللي عمل زي المسألة تسعة، عشان كده انا حليت لك تسعة الاول، زي المسألة تسعة بالظبط. هروح اعوض تاني في شهر مايو ولحد شهر سبتمبر، احسب للست شهور، وحسبت كده قيمة الهبابة الترانسبيريشن للست شهور. ده المطلوب الاولاني، المطلوب الاولاني. ماشي؟ هل حد عنده أزمة إنه يعوض في معادلة بلان كريدل 10 مرات أو 15 مرة؟ ولا مش هتفرق معاك، هي نفس المعادلة، أعوض بكي وبي وتي بتوع كل شهر، أطلع القيمة الجديدة وخلاص، تعويض مباشر. تمام؟ السؤال بقى اللي بعد كده هو ده اللي مهم بقى. أنا دلوقتي حسبت البخر ناتح في الشهر ده شهر أبريل طلع 10.55%، يعني في شهر أبريل مطلوب مني اوفر للنبات كمية مية عمقها 10 سنتي و55 ملي. تمام؟ ما حصلش مطر. الافرج افكتيف رينفول ديت البيانات الاخيرة اللي هو مدهن قال ان كان في امطار خلال الست شهور دول قيمتها 0.05 و4، يعني مدينه القيم بتاعت الايه البرسيبيتيشن. بما ان ما حصلش مطر فانا مطلوب مني ادي للنبات قيمة 10.55 ملي دول كاملين. تمام؟ عشان توضح اكتر هنتكلم عن الشهر ده. قال لك ان قيمه الايفابوترانسبيريشن احنا حسبناها طلعت ب 13.87، يعني النبات محتاج 13 سنتي و87 ايه مل ميه في الشهر ده، لكن حصل مطر مقدار 5.4. يبقى انا مطلوب مني انا اوفر للنبات كميه ميه قد ايه في الشهر ده؟ ها 13.7 ناقص 5. ممتاز ممتاز. يبقى الايفابوترانسبيريشن ده الاستهلاك اللي النبات هيعمله. لو في مطر هو هياخد المطر ويستنى الباقي مني انا، لو ما فيش مطر يبقى خلاص هو مستني كله مني انا. في الشهر الاول ابريل كان عايز 10، ما فيش مطر خالص، يبقى انا مضطر اديله كل الاستهلاك بتاعه من عندي من عمليه الري. انما في شهر 6 هو عايز 13، خد 5 من المطر، يبقى انا اديله الباقي. الشهر اللي بعده شهر 7 هو خد عايز 15، خد 8 من المطر، يبقى انا اديله الباقي. شهر 8 عايز 14، خد 7 من المطر، يبقى انا اديله الباقي. حلو. يبقى فعليا اللي هو محتاجه مني هو الايفابوترانسبيريشن ناقص المطر. الايفابوترانسبيريشن ناقص المطر اللي هو النت بقى اللي انا المفروض اوفره له فعلا، اللي هو الفرق ما بينه. يبقى في شهر ابريل هيعوز 10 كلهم، هنا هيعوز 12، من اول هنا بقى هيعوز 8 و6 و7 و5، اللي هو الفرق ما بين الايفابوريشن والافريج افكتيف رينفول. حلو. يبقى انا كراجل مسؤول عن عمليه الري، مطلوب مني اوفر الكميات اللي قدامك ديت كل شهر، لان هو خد الجزء الثاني من المطر. ماشي لحد هنا؟ متهيألي ما فيش مشكله. الجزئيه اللي جايه دي بقى مهمه قوي قوي قوي، يعني قوي، عشان هنعوزها بعد كده. طب دلوقتي النبات ده محتاج 10 سنتيمتر في الشهر. انا كواحد مسؤول عن عمليه الري، لو خرجت له من عندي كميه ميه بتكافئ ال 10 سنتي اللي هو عايزهم دول، ومشيتهم في الترعه الرئيسيه وترعه فرعيه لحد ما وصلت لحد المسارع وقام راوي الارض بتاعته، هل هيوصل للنبات 10 سنتي؟ لا أقل. ليه أقل؟ حصل فيهم تسرب وتبخر. حلو. حصل في حاجة في الطريق اسمها ايه؟ اسمها فواقد. ممتاز. حصل هدر في المية، في فواقد بتحصل، في بخر بيحصل من الترع، في حشائش مزروعة في الترع بتعمل بخر ناتح من الترع، في تسريب من باطن الترع من المحيط المبتل بتاع الترع بتاعتي، نتيجة ايه؟ نتيجة وجود المية في الترعة بتاعتي، بيحصل تسريب للمية تروح للجراوند ووتر، فبيحصل فقد. ليه؟ لان كفاءة النقل اللي عندي مش 100%، فالكفاءة اللي موجودة عندنا او كفاءة استهلاك النبات للمية ايا كان بقى، انا بس بحاول اوصل لك ان احنا عندنا بيبقى في كفاءة وبيبقى في فواقد. تمام؟ طب ليه انا دخلتك في الحوار ده كله؟ بيقول لك هنا في سؤال تعالى نقراه، بيقول لك احسب لنا استهلاك او احتياج النبات من المية لو كان كفاءة الاستخدام بتاع النبات بتاعك 70%.
يعني النبات بتاعي لو انا اديته 100% هو بياخد 70 بس، وفي 30 بيروحوا ايه من غير ما هو يستهلك، يروح عن طريق فواقع. تمام. فدلوقتي النبات في شهر ايه، في شهر ابريل لو انا اديته 10 هو مش هياخد 10، هياخد 7 بس. ليه؟ لان كفاءته 70%. ده معناه ايه؟ ان انا محتاج اديله اكتر من العشر وهو ياخد 70% منهم اللي هم يبقوا العشر. طب ايه الرقم اللي 70% منه بعشرة 55؟ اعمل ايه في الرقم اللي عندي؟ اقسمه على كام؟ على 17، صح؟ انا محتاج اكبر الرقم ده شوية بحيث ان الرقم الجديد يبقى 7/10 منه هي اللي انا محتاجه بالظبط، اللي هو 10.55. تمام؟ يعني هحسب دلوقتي الاستهلاك بقى اللي هو الفعلي، اللي هو انا واخد الكفاءة في الاعتبار، ان انا هزود كل الارقام اللي موجودة في الخانة الاخيرة دي بنسبة، بحيث ان يوصل فعليا 70% منها اللي هو الرقم اللي عندي ده. احسبها ازاي؟ هقول لك اهو، ان انا اروح هنا كده اقول لك ان الاكشوال بقى نت كونسامشن في الشهر الاول بيساوي 15. جبت 15 دي ازاي؟ قلت 10.55 مقسوم على الكفاءة، مقسوم على 7/10 اللي هي الكفاءة، اللي هي 70/100. خلي بالك ها، ما تنساش ان البي دي بتقسم على 100. هفضل اقولها لك من هنا لحد الامتحان، ان البي دي نسبة مئوية تبقى تقسم على 100. ما علينا. يبقى دلوقتي هو محتاج 10، انا هديله 15 لان كفاءته مش 100%، هو كفاءته 70% بس، فهو هياخد 70% من ال 15 اللي هم ال 10 اللي هو عايزه. تمام. نفس الكلام بقى لكل الشهور. الشهر ده عايز 5.92%، انا هديله 8.46 اللي هم 70% منهم ب 5.92، وبالتالي بقى انا اديته كميه الميه اللي هو محتاجها بالظبط. تمام. بس كده بقى انا قدرت احسب الكونسامشن اللي انا محتاجه ايه لكل شهر منهم. لو حبيت احسب بقى للموسم كله على بعضه، اجمع ايه الخانات اللي موجوده في الاخر ديت، يعني عشان اقول له ان خلال الست شهور محتاج 73.65 سنتيمتر ميه. المعلومه اللي في الاخر ديت يعني مهمه بقى اعملها. انا في الشهر الاول عارف انا محتاج عمق قد ايه، في الشهر الثاني قد ايه، الست شهور كلهم عارفهم، هجمعهم احسب قيمه ايه، قيمه عمق الميه الكلي خلال الموسم كله. يبقى اصل المساله عندي هو بلانك ريدل، اللي هو الخانه الاولانيه دي اللي هي بتطلع بالسنتيمتر على الشهر دي، بلانك ريدل. بعد ما احسبها قال لك ان في مطر، خلاص يبقى اطرح ده ناقص المطر يديني الفعلي اللي النبات محتاجه. طب النبات ده كفاءته مش 100%، يبقى انا محتاج اكبر الميه شويه بنفس نسبه الكفاءه، يبقى اقسم على 7/10 لان الكفاءه عندي 70%، واجيب الرقم الايه النهائي بقى خلال شهر ابريل. لو عايز اجمع للموسم كله اجمعه يطلع ب 73 سم. حد متلخبط في الموضوع بلان كريدت يا جماعه؟ الحقيقه النهارده خدنا 3 مسائل مهمين جدا، مساله 2 مسألة 7 ومسألة 8، تقريبا هتشوفهم في كل امتحان هيقابلك تقريبا. مسألة 2 بس اتفضل. اخر جاد اخر صفة ديت، هو انا مثلا اقول 30 الى 70 واحط تحت ال 70 ال 10 و 55 واعملها مقص، ولا هي مش 30 و 70؟ ايوه انا قصدي اللي هي القيمة اللي هي 10 و 55% دي مثلا احطها تحت 70% الى 30% وتحتها مثلا سين ولا اكس. اسمعني طيب، انت سالت سؤال، هتحط ال10 دي مقابله ال70% مش كده؟ ال15 دي مقابله ال100%. تمام ماشي يا باشمهندس. تمام. في الاخر هتلاقيك بتقسم على 7/10 اللي انا قلتها لك في الاول. انا مش عايز احط 30%، مش محتاج احسب اللي اتفقد، انا محتاج احسب كميه الميه الكليه اللي انا المفروض اوفرها، اللي هي بتمثل 100% من الميه. 70% النبات هياخدهم و30% هيروح او بقى الحال سابله. فانا اللي يهمني ال100% وال70%. 100% هي ال15، 70% هي ال10 ال55. واضحه؟ تمام. نتفق بقى مع بعض دلوقتي على الجزء اللي هنعمله دلوقتي. احنا هنوقف الريكورد.